وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. في اليوم في عرس أبوي جمع بين المعلمين وأولياء الأمور وقيادة المدرسة في ظل مجلس أولياء الأمور ولقاء أولياء الأمور بالمعلمين، اشتمل مجلس الأباء على معرض مميز للعلوم وبه فقرات خاصة بالمخترع الصغير الطالب محمد عوض القحطاني، وقدم فقرات مختلفة. وعندنا معرض للفنية اشتمل على أنواع الفنون المختلفة، وأبدى أولياء الأمور إعجابهم وسرورهم بمعمل الفنية ومعمل العلوم. وكان هناك لقاء بين المعلمين وأولياء الأمور اشتمل على السؤال على مستوى الطالب والأنشطة المقدمة. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور. أشكر كل القائمين على هذا الصرح التعليمي الكبير، أشكر القائد وأشكر الوكيل وأشكر المرشد وأشكر جميع من هو مجتهد لهذا الصرح التعليمي، إنتاجية واحترام تقدير وأداب وجميع ما يتطلبه الطالب موجود في هذا الصرح التعليمي. أشكر القائمين على هذا الأمور. الأمر الثاني بالنسبة لمجلس الآباء، اجتهادهم في هذا الاجتماع الجيد المنتج اللي منتج له ثمرة، ما هم قصرين في أي شيء ولله الحمد. ولي أمر الطالب بالشكل هذا مرتاح ما دام فيها أمور منتجة للطالب نفسه، فهذا اللي يبغاه الشخص ولله الحمد. أشكركم وأكرر شكري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الحصاد مزرعت باجتهاد لم تميلوا للسهاد، خب سعي النائمين. معكم ولي أمر الطالب مشعل بن مسفر بن فلاح الدرام. نشكر مدرسة المجد على اهتمامهم بالطلاب وتخصيصهم اليوم الآباء، لأنه يوم جدا مهم يقرب بين أولياء الأمور وبين المدرسين، منها يعرف ولي الأمر وش مهارات الطالب وش الأشياء اللي متميز فيها وش الثغرات. يعني أنا اليوم عرفت شغلة يعني كانت جدا بسيطة على الابن مشعل، فهذا تزيد من اهتمامنا في البيت. ونشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم على حفل اليوم، ما قصرتوا. ودائما المدرسة هي العين الثانية للابن. معكم سعود عبد الله الداود ولي أمر الطالب وليد. بالنسبة لمجلس الآباء اليوم صراحة مجهود رائع تشكرون عليه، متابعتكم معنا، حرصكم على أخذ انطباعاتنا، حرص المعلمين على إفادتهم بالمستوى الطالب العلمي والأخلاقي والأدبي، مجهود صراحة تشكرون عليه. يعني مرحبا بالحاضرين. جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى، وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين. الاسم إبراهيم محمد الدمعين، الولد حسن ومحمد الدمعين. أشكر أستاذ عبد الرحمن صف أول انه تجيني رسائل من عنده، واشكره مو مجمل مساله مجامله، لا صدق. وعندك يا عبد محمود حق صف سادس اشكره شكر من قلبي والله، يهتم في الطالب اهتمام مو شكل زي جيد. عندك عبد الرحمن يراسل لي مراسله، والله اني اشكره شكر وادعي له من كل قلبي. مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حسام الهرايسي، والد الطالب مجد الهرايسي ومؤيد الهرايسي. ما شاء الله اليوم كان معرض جميل جدا، وجهود نشكر عليها مدارس المجد اللي تعودنا منها من أول بداية الأطفال وهن متأسسين معهم بالمدرسة.
وفي ما شاء الله مجهود ملحوظ وتطور ملحوظ، ونشكر الإدارة ونشكر كل القائمين على المعرض وكل المدرسين بدون استثناء. مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين.